للخط. ارحب بكل المشاهدين الكرام في ملخص الجوله الاولى من لقاء الجيش الملكي امام الفتح الرباطي. اولى المحاولات كانت في اعداد فريق الفتح الرباطي، تمريره من الحسن دحدوح والراسيه ديال انس باش اللي مرت فوق مرمى الحارس ايوب الكرد فريق الجيش الملكي. تمد على التمريرات والمراوغات ديال محمد الخلوي من الجهه اليسرى، هنا التمريره داخل معترك الراسيه المتابعه ديال اسماعيل خافي الذي يسدد بكل قوه، ولكن الكره ديالو كتمشي فوق مرمى الحارس مهدي بن عبيد. كانت محاوله خطيره لفائده فريق الجيش الملكي. مهدي قرناص البحث دائما على التمريرات الطويله، هنا فرصه نوف الازرهوني يمرر في اتجاه اللاعبه رضا حجوج الذي يتمكن من وضع الكره في الشباك، وهدف اول لفائده فريق الفتح الرباطي. لاحظوا التمريره، نوف الازرهوني ما كانش في وضعيه تسلل، يمرر في اتجاه رضا حجوج كذلك اللي كان في وضعيه صحيحه، وبالتالي هدف بعد متابعته من طرف غرفه الفار تم تاكيده طرف حكم اللقاء حمزه الفريق. تنتهي هذه الجولة الأولى بتقدم فريق فتح الرباطي بهدف للا شيء. الجولة الثانية من لقاء الجيش الملكي أمام الفتح الرباطي. فريق الجيش الملكي يحاول العودة في نتيجة لقاء باعتبار أن الجولة الأولى انتهت بتقدم فريق فتح الرباطي بهدف للا شيء. هنا فرصة بواسطة لاعب محمد الخلوي والكرة تمر جانبا من مرمى الحارس مهدي بن عبيد. تواصلت محاولات فريق الجيش الملكي من الجهة اليسرى وسط تحركات اسماعيل خافي، هنا فرصه تدخل امام اللاعب ايماني تشيموي ايمانويل لاعب الرواندي، والحكم يعلن عن ضربه جزاء لفائده فريق الجيش الملكي. البرتو مونتيرو بورغيس يتمكن من تعديل الكفه وتسجيل هدف لفائده فريق الجيش الملكي. فرحة البلجيكي سفين فان دير بروك والعودة في نتيجة اللقاء. بعد ذلك فريق الفتح الرباطي يحاول أن يوصل لمرمى الحارس أيوب الكرد، هنا فرصة بواسطة رضا الهجوج وتدخل الحارس بشكل جيد محمد الشيبي. كرة داخل المعترك الرأسية وتسديدة عبد الإله عبيد من خلال الشوط الثاني، تدخل الحارس مهدي بن عبيد كان في المكان المناسب لتنتهي المباراة باقتسام اللقاء.